ديال لي زاجونس دو فواياج دو توريزم الجامعه تحب نقول بلي احنا السياحه الداخليه اللي نديرو بها من مدة لا بروف عندنا اون كوميسيون تكنيك اللي مسمينها السياحه الداخليه اللي تتلاها بنقولش بالمشاكل اللي نحب نقول بالمشاكل. وأنا فرحانة برشا اليوم معناها الجلسة هذيا إن شاء الله نخلطوا باش نقدموا بالحق نحلوا شوية ميسي شومبار بليسا مشاكل خاطر احنا قاعدين عايشينهم أفيك لي كليون. نحب جوست أون بتيت بريسيزيون أوسي كما عطيو الكلمة اللي السياحة الداخلية راهي ماهيش تسليم توا في الموان جويي أوت. عندنا السياحة الداخلية مع المنتوج الصحراوي إن شاء الله بعد عن زيارة المواقع الأثرية ومش نحكيكم زيادة عن الإكسبيريونس دو لافتار الجامعة. احنا عشناها وقت اللي تنقلنا وعشنا مع زملائنا في الجامعة التركية لوكالة الأسفار اللي وقع نقيب دون ان ديسكور والرئيس الجامعة قال احنا حتى كان جينا حتى سياح احنا مش نقعدوا بلاد سياحية قديش ولا معناها حاسين الكلمة هذيك قلنا مش حاسين يعني عبدي نو ديبون دو بيرسون نو ديبون كو دو دوليد بليد اللي عمرهم ما يخليوها بيه كيك فا معناها الناس تتنطع اوليد بليد يمشي وقاعدين يعملوا في السياحة اي او ميم طون افيك لي روتومبي ايكونوميك اللي نعرفوهم الناس الكل معناها احنا بالحق ان شاء الله الوتو يتطور بتاع السياحة الداخلية. احنا نوتر نيفو اللي عندنا دي اجونس سبيسياليزي بكل معناها نيزون اكيد ليكسبيريونس اي ليكسبيرتيز واللي ينصحوا اون فابلي سا تونسي كليون الحليب التونسي ولا السائح التونسي. حاجه اخرى اللي باش نقسمها معاكم معناها مثلا في المشاغل عندنا مشكله مثلا في النقل كي نبداو نهزو التوانسه مثلا في دي زيكسبيرسيون ولا حاجه لا هبط راه ماهوش سائح لا احنا عندنا حليب تونسي ولا اجنبي معناها مثلا هذايا احنا قاعدين نتعاملوا فيها مع وزاره السياحه باش نحلوا المشاكل هذيا لازموا يتحسن مثلا والا زاد نحسنوا في الكاليتي والاثمان نتاع النقل البري زاد عبد كي يتنقل امور ديسانت ان شاء الله نورا لوكازيون دو ديباتر اكثر في الجلسه هذيا ومرحبا بكم.